هو للاسف انه الملحون كي مر من احد المرحله اللي ما يمكنش تدعي بارتياح، بحكم انه الان الناس اللي كتعرف على الملحون هو واحد الصوره ديال واحد المجموعه ديال القصائد فاطمه نكر الحسن الورده، ولكن اللي ما كيعرفوش في الملحون هو ان الملحون كان لصيق بالمعاش اليومي للانسان المغربي، اذا بمعنى انه هو خزان للذاكره المغربيه، خزان الانسان العربي بصفه عامه في افراحه في اقراحه في مشاكله، اذا يجب ان نعيد النظر في طريقه تقديم هذا المنتوج للمتلقي حتى لا نقوم بتشويه هذا اللون، لانه تطرق لجميع الاغراض كما تعلم، ويجب ان نقدم هذا اللون بشكله الحقيقي، لانه ما كيقتصرش على غناء فاطمه او حمان او نكر الحسن، بل هو يتغنى بجميع الاغراض بجميع الاشياء اللي عندها علاقه بالانسان المغربي. طبعا السي سعيد مفتاحي، قمت باعاده النظر في مجال طلب ملحون بكونك اتجهت لادخال الطاقه العيساويه في هذا المجال، يمكن نعرفوا سر توجهك لهذا المجال؟ كما سبق لي قلت هو ان الملحون هو خزان الذاكره المغربيه، ممكن نقولوا خزان الذاكره المغربيه، خزان العادات والتقاليد، خزان اللباس المغربي، خزان الطبخ المغربي، كذلك خزان الموروث الموسيقي بالمغرب. اذا العرض اللي قدمت في الرباط في مسرح محمد الخامس في اطار مهرجان الرباط على نقط التلاقي بين فن الملحون والذكر العيساوي او الفن العيساوي هو جزء من المشروع، فانا الان كنشتغل على عرض نقط التلاقي بين فن الملحون والالوان الموسيقيه المتواجده بالمغرب، بحيث ان الملحون يتلاقى مع تحمد الشهيد على مستوى الايقاع، يتلاقى مع الموسيقى الاندلسيه على مستوى العزف، يتلاقى وكذلك بعض البراوي ما يسمى بالبراوي في الموسيقى الاندلسيه، يتلاقى مع الانباح على مستوى مدح الرسول ومجموعه ديال القصائد اللي كيترنى بهم المسمعين، ويتلاقى مع الفن العيساوي اللي كنعتبره انا هو الابن البار الفن الملحون. وإذا طلبوا منك مشاهدي برنامج مصايف انك تقدم لهم نموذج من هذا التمازج، شنو كان تقدم؟ مرحبا، غادي نقدم قصيده للشاعر المكي، جزء من قصيده الشاعر المكي، قصيده البرقيه مع الاخوان ديال الطائفه العيساويه للولاء الاسماعيلي بأثاث المقدم عبد الجليل محمد. تفضل. الله الله يا الله يا مولانا الله مولانا الله يا الله يا مولانا يا رب يا الله يا الله يا مولانا الرز حلال ومن صغاها الكون فاهم ولغا هلت من عرماقي المحبوب جوارح يسباها وفي واقل الحشا مزقني شفاقي لا حلالي في ما قضاها من صوي على النبي راكب البراقي محمد عين المسلطة شكرا سي سعيد مفتاحي، شكرا كذلك لفرقة عيساوة اللي سيلتقي معهم برنامج ومشاهدو برنامج مصايف في نهاية هذه الحلقة من وصلة سيؤدوها جماعة. كنشكرك سي سعيد مفتاحي مرة أخرى. عندنا أغنية ديال ولا قصيدة القلب اللي لكم إنشادها، من كتقدمهم العائلة ديالكم؟ قصيدة القلب من نظم سيد عبد القادر العالمي كنهديها لجميع أفراد العائلة ديالي،
وكان هديها لكل الباحثين المهتمين الممارسين في الألوان التراثية الموسيقية المغربية بصفة عامة، وكان هديها للجمهور الكريم والطار الكرام، وكان هديها لطاقم برنامج مصايف. شكرا.